مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم في قطر. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد محمد البابيدي. بداية سعد مساك. سعد مساكم، يا أهلا وسهلا فيك. كلك زو. في البداية تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أول شيء أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا بمطعم بيت بيروت بالجلف مول. كلك زو. مثل ما تفضلتي حضرتك، أنا محمد البابيدي، سوري وصاحب مطعم بيت بيروت، وانا الحمد لله مقيم الدوحه من تقريبا من 20 سنه. نعم. وكنت شغال بالقطاع الخاص باكثر من مجال، والحمد لله مطعمنا تقريبا من حوالي 3 سنوات فتحنا مطعم بيت بيروت واول فرع عندنا بالدوحه. بالتوفيق. بس تحكي لي شوي اكثر عن بداياتك، انت كيف اجتك فكره انشاء هذا المشروع وكيف اتجهت لقطاع المطاعم؟ والله فكرة المشروع بشكل عام، يعني احنا عنا بالعائلة يعني مجال المطاعم والأكل هو من ضمن مجالات العائلة كلها يعني، وكمان بحكم أنا دراستي معهد فندقي فأنا إلي بالمطاعم وإلي بالشغل، كل شيء بيتعلق بالأكل والقصص هاي. شو هي أهم الخدمات والأصناف اللي أنتوا عم بتقدموها عندكم ببيت بيروت؟ والله نحن كمطعم من اسمه يعني مطعم بيت بيروت، مأكلاته كلها لبنانية. اللي بنقدمه عنا بالمطعم هو المشاوي اللبنانية والمقبلات اللبنانية إن كانت الباردة أو الحارة، والشاورما طبعاً شغالين إنه تكون الطعمة والتقديم والأكل كله على الطريقة اللبنانية، والحمد لله رب العالمين يعني عملنا رضا العالم والناس كتير جربتنا والفضل لله الكل كان مبسوط يعني الحمد لله رب العالمين. بس شو اللي عم بيميزكم عن المطاعم اللبنانية هون بقطر؟ والله هي شوف، المطاعم اللبنانية والمطاعم التركية بشكل عام هذا المطبخ كتير قريب من بعضه. نعم. يعني المطبخ اللبناني على التركي على السوري كلها مطابخ قريبة من بعضها حتى بأنواع الأكل، اللي بيختلف بيناتهم بس هي النكهة، طريقة التقديم، هذا الاختلاف ما بين المطابخ كلياتها. نعم. نحن عم نعمل يعني قدر الإمكان إنه نقدم يعني الطعم على أصوله، يعني مثل الطعم نحاول يعني قدر الإمكان نجيب نفس الطعمة اللي إذا واحد راح على مطعم بلبنان عم نحاول نقدم الطعمة الأصلية نفسها يعني. نعم. بس أنت كمستثمر سوري إيش رأي حضرتك ببيئة الاستثمار والعمل هون داخل دولة قطر؟ والله هلا بيئة العمل هون بشكل عام هي يعني جيدة، لكن ما بتخلى من بعض النقاط اللي هي مش بس في مجال المطاعم بل بكثير قطاعات ثانية. يعني في كثير نقاط ممكن تكون من الصعوبات، وهي أولها إنه تكلفة الإيجارات ابتداء من السكن لإيجارات المحلات هي دائما يعني بالدوحة هون تكلفتها عالية شوي، فهي يعني سبب رئيسي وصعب لأي مشروع ولأي بزنس، فهي من ضمن المعوقات اللي هي عناها دائما. بس هي نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ماذا ستقول له؟ والله أولا يعني أنا بقطر من 20 سنة. نعم. والحمد لله رب العالمين يعني فضل من الله اشتغلنا فيها خلال الفترة هاي، ومرقنا بأوقات كثيرة بقطر من 2003 لغاية اليوم الحمد لله، فمر علينا يعني أوضاع مختلفة وحضرت الحمد لله رب العالمين، حضرت النهضة اللي صارت بقطر وحضرنا التطوير اللي صار خلال هالعشرين سنة هاي من يوم ما جيت أنا 2003 2023. نعم. بكل المجالات، إن كان على مجال الرياضة، إن كان على مجال البنية التحتية، إن كان على مجال الدولة على النظام تبعهم بشكل عام، فكان في تطوير جدا كبير بالدوحة. فطبعا يعني مثل أي شخص عاش بقطر هالفترة هاي ما لنا غير نتشكر طبعا دولة قطر وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على كل شيء عم بينعمل لهالبلد ولشعب هالبلد ولمقيمين هالبلد بشكل عام يعني. نعم. بس اكيد انت في حدا ترك بصمه بحياتك واعطاك الدافع لوصلت لهي المرحله اللي انت فيها حاليا، فانت لمين بتحب توجه رساله شكر عبر برنامجنا؟ والله بشكل عام يعني هو دائما يعني الناس اللي بتكون سبورت مع الشخص هي اقرب الناس له، هي عائلته، وانا الحمد لله رب العالمين يعني عائلتي من الداعمين الاول الي بشغلي بمشروعي باي مشروع بشتغل فيها، عائله دائما يعني الحمد لله رب العالمين هي عادي دائما الداعم الاول والسند معي بالشغل بشكل عام وباي مشروع كنت بشتغله. نعم. كيف يمكن للساده المشاهدين التواصل مع مطعم بيت بيروت؟ تحكي لي اكثر وين مكانكم او صفحاتكم وكيف الناس بيقدروا يطلبوا من عندكم؟ نحن مطعم بيت بيروت له فرع واحد بمنطقه الغرافه بمول اسمه جلف مول بالفود كورت اللي هي ساحه المطاعم.
ومطعم بيت بيروت موجود على كل المنصات مثل الانستغرام وعلى الفيسبوك موجودين، وموجودين طبعا على الابلكيشن تبع الدليفري جوا البلد متوفرين مثل الطلبات ورفيق وسنون. شكرا لك. يا اهلا وسهلا فيك. كلك ذوق. وفي نهاية هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نشكر السيد محمد على حسن استضافته لنا وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا استاذ محمد. يا اهلا وسهلا فيكم وشرفتونا. كلك ذوق. يا اهلا ومرحبا. شكرا. يا اهلا وسهلا.